قلت خليني اوريكم شو الاغراض اللي جبتها من مودانيسا، بما انكم حبيتوا اخر الاطقم اللي لبستوا. هلا هون جربت من عندهم الشنطه، حبيت الكواليتي تبعيتها، حسيتها ظريفه مهضومه. هون طلبت فستان كتير غريب، هيك لونه فضي عم يلمع، لاشوف كيف بدي البسه لسه ما خطر ببالي. هون طلبت قميص اسود كتير، قمصان عندهم اياها حلوه لانه ابدا ما بتشوفه، قماشتهم كتير مناسب للمحجبات. هون قميص ازرق، وهون طقم قطعتين بقدر رح البسه قريبا. ولاول مره بطلب بيه جماعة، ما بتخيلوا شو كواليتي حلوه، شو قطمه حلو ومريح. كتير حبيت البيجامه، عندها شكله رح اصير اطلب من عندهم بيجاماتي. هذا الشوز شايفين شو حلو، كتير حبيته. وهون طلبت من عندهم زنارين، حبيت هدول اللونين اللي عندهم. وبنطلون، بتعرفوا بناصرينهم هيك بتجي قصتها كتير مرتبة، بتجي شوي ضيق وشوي قصتها كتير مرتبة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.